السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالساعة. شوفوا هالفيديو دقيقتين، هالفيديو دقيقتين. شوفوا عندنا مود يفتح لنا الخريطة كامل. حلو، ممكن اللي أسويه بشرح لكم الفكرة. نبدأ خريطة جديدة تماما، زين، نبدأ من أول وجديد، نلعب على الموارد من أول وجديد. هذا عندنا بترول، هذا عندنا حديد، عندنا كل شيء، ونبني بناء عليه مدن، أوكي، ونسوي سلسلة مواصلات جديدة. بس شو بنبدأ بميزانية أعلى شوي. عندنا مود يزيد لنا فلوس مثل ما تشوفون، ويفتح لنا كل شيء على أساس المدينة من البداية. من تبدأ المدينة نحن شو نسوي؟ نحط في المدينة كل الخدمات. شوفوا أنلكب كل 25 منطقة كاملة مفتوحة تكون عندنا ترى. بس للأسف هذا الجزء أحسه حلو، كان لو كان ضمن المدينة كنا بنسوي فيه شيء. بس ممكن نبدأ الخريطة ولا أي خريطة ثانية. الفكرة الحين مش في الخريطة. هل تبون نبدأ مدينة لأجل مدينة متكاملة بدون ما نلبل، بدون ما نسوي، بدون هالسوالف؟ نبدأ نحط مثلا شوارع، مطار مركزي، نبدأ نخطط على أساس الموجود عندنا، ما نبدأ نخصص على أساس شو متوفر عندنا في الاختيارات هنا، ويكون عندنا شوي مرونة أكثر في الميزانية. لكن لا تزال الميزانية راح تكون موازنة، ما راح ألعب في العرض والطلب، لكن فينا شوي نتسلف منهم زيادة يعني، وما راح أعتمد عليه وايد. ما عندي مشكلة من هالناحية أنا أصلا يعني، ما تفرق وياي وايد، بس بينفعنا في البداية في المباني الغالية. أبا رأيكم تحت في الكومنت اكتبوا لي، تبون نبدأ وكل شيء عندنا مبطل، كل شيء عندنا مبطل، ما عاد طبعا المباني الصناعية هاي يعني لازم نلفلها، لأن الحين لو بسوي مدينة أنا لازم أفكر أبدأ أخطط شو بيفتح عندي شو بيسوي. بس الحين إذا بسوي مدينة مثلا هني، أنا ببدأ أفكر وين الحديقة، وين كذا، وين بيروحون الدوام من البداية، وين المطار بيهم، وما إلى هنالك. لأن الحين مش لازم أوصل عدد سكان عالي عشان أفتح الخريطة كامل، أنا هذا اللي قاعد أفكر فيه. فإذا تبون بداية جديدة زين، أنا بحفظ هذا، شوفوا سيف نفس ما هو، ها اللي تشوفونه نيو ستارت، اوكي سيف يكون عندنا موجود. اذا انتم تبون نكمل على السلسله هذه طبعا. طبعا نفس الشيء بتكون اندستريال بلس، لكن بنعطيها اسم. ابى اقتراحات اذا تبون نبداها من اول وجديد شو يكون اسم الخريطه هاي، لان هاي انا احسها ثيمها شوي لندني، عندنا بحر وعندنا كذا وعندنا هني من وراء نقدر نسوي مزارع. يعني اتخيل انا الحين اللي بال هاي تكون مزارع، ومصانع المزارع تكون تحتها، مثلا الاشجار والغابات هني صناعتهم، ويتوصلون عن طريق، تكون هني المدينه المركزيه بشكل خاص يعني، وهني المواني العامه مال المدينه. هني ما بنسوي تجاره بتروليه، وهني للبترول، هني يمكن نستعملها مواني ونبني بيوت زياده هني. فممكن نسوي نقسم الخريطة تقسيم كامل شوي شوي على راحتنا. لازم طبعا مطارات داخلية ومطارات دولية والى اخره. طبعا قلت عن مطار دولي، هذا بيكون في الوسط. هذا عندنا كارغو هب موجود، بعد عندنا هاي شغلات جديدة حلوة على فكرة موجودة. فشوفوا انتوا شو رايكم نسوي مدن متكاملة ولا لا؟ المهم بخلي الخيار عندكم، ما بطول الفيديو وايد. مشكورين على المشاهدة والسلام.